صعب معاه من القلب يتمكن مع الإيمان بالله المستحيل ممكن اليأس صعب معاه من القلب يتمكن وكتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة صبره دعا ربه ربه استجاب ما ضعفش يعقوب من حزنه ما يقسش من رحمة ربه دعاه استجاب زكريا كان أمله في ربه لما دعاه دعا من قلبه وربه استجاب وكتاب الله نجاه أسلوب حياة ولله المثل جوا كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل قريب مجيب معين يا الله قريب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذه الكلمات هي وصف لبلاغة القرآن وأنه ليس من كلام البشر فهو أعلى وأبلغ وأجمع من كل كلام ولهذا شهد له الأعداء. فهذه الكلمات جزء من كلام طويل للوليد بن المغيرة وهو واحد من صناديد الكفار في قريش الذي أقر بأن ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس قول بشر
وأوشك أن يعلن إسلامه لولا رفيق السوء الذي أضله وأضل الكثير من قريش، إنه أبو جهل لعنه الله. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من صديق السوء فقال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أراك لم تعد تلتقي بصديقك أحمد يا مازن، هل حدث شيء؟ لم يعد صديقي يا أمي. لماذا يا ولدي؟ هل أخذ يعيرك مرة أخرى بالجاه والغنى الذي يعيش فيه؟ لا، ولكنه يتحدث دائما عن الآخر بالسوء، وهذا ما أكرهه. عن من يتحدث يا مازن؟ عن بعض أصدقائي بالجامعة، وقلت له كثيرا إن هذا لا يصح. إنها من الخصال السيئة بالفعل، فمن يغتاب الآخرين في حضورك سيغتابك أيضا في غيابك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، فيما تتحدثان؟ كان مازن يحدثني عن صديقه أحمد الذي تعود أن يغتاب الآخرين. أعوذ بالله، لقد نبهتك من قبل يا مازن أن أحمد هذا ليس بالصديق الذي تثق به. لقد قطع صلته به نهائيا ولم يعد يتعامل معه. إنه صديق سوء يا مازن، وقد أحسنت صنعا بالابتعاد عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صديق السوء وشبهه بجليس نافخ الكير. ومن هو نافخ الكير يا عمي؟ إنه الحداد الذي ينفخ في النار أثناء تعامله مع الحديد، فمن يقترب منه لن يناله إلا الأذى. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، فالصاحب ساحب، إما إلى جنة وإما إلى النار. ألهذه الدرجة؟ نعم، فصاحب السوء قد يسحب صاحبه إلى النار والعياذ بالله، كما حدث مع الوليد بن المغيرة. وما حكاية هذا الوليد يا عمي؟ أليس هو والد خالد بن الوليد سيف الله؟ بلى، وأيضا الوليد بن الوليد، فالله يخلق من ظهر الكافر الضال مؤمنا صالحا. فلتحكي لنا إذن يا راشد حكاية هذا الوليد الذي كان ضحية لصاحب السوء. إنها حكاية التردد بين الكفر والإيمان، فهو من أشراف مكة وقريش، وقد كان يكره الخمر ويحرمها على نفسه وقومه، وكسى الكعبة عدة مرات، وكان يلقب بالوحيد الذي كانت له مزايا لم تكن لغيره، وهي كثرة الولد والمال. وتحيرت قريش ما تقول عن النبي بعد أن استمعوا لما جاء به من كلام الله الذي كذبوه. ذهب الأخنس بن شريق أحد رؤوس قريش يسأل أبا سفيان عما سمعه من النبي. ما نقوله فيما سمعناه من محمد يا أبا سفيان؟ أعرف وأنكر، فماذا تقول أنت؟ أراه الحق. ورب الكعبة يا أبا ثعلبة، لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. أنا والله كذلك، دعني أذهب إلى أبي الحكم. يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ وما سمعت يا ابن شريق؟ تنازعنا الشرف نحن وبنو مناف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه.
كانت هذه حمية الجاهلية التي منعتهم من أن يصدقوا من وصفوه طويلاً بالصادق الأمين. وتحيرت قريش فيما تقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن حيرتهم ناشئة إلا عن معرفتهم السابقة بهذا النبي الكريم، والتي كانت تصب في صالحه، ولذلك تفرقوا في التعبير عن رفضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. وتحاكموا أخيراً إلى كبيرهم الوليد بن المغيرة. يا أبا عبد شمس، ما هذا الذي يقوله محمد؟ أسحر أم كهانة أم خطب؟ دعوني أسمع كلامه. فدنا الوليد من رسول الله وهو جالس في ركن بالكعبة. يا محمد، أنشدني من شعرك. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما هو بشعر، ولكنه كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله. أتلو علي منه. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمع الوليد كلمة الرحمن استهزأ وقال: تدعو إلى رجل باليمامة يسمى الرحمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم. ثم قرأ سورة فصلت، فلما وصل إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، صدق الله العظيم. هنا اقشعر جلد الوليد مما سمعه، وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته، ومضى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش. نكست برؤوسنا وفضحتنا. وماذاك يا ابن أخي؟ أصبأت إلى دين محمد؟ ما صبوت، وإني على دين قومي وآبائي، ولكني سمعت كلاماً تقشعر منه الجلود. أشعر هو؟ ما هو بشعر؟ إنه كلام منثور لا يشبه بعضه بعضاً، وما أظن أنه بقول بشر. لا، إنه ليس بقول بشر. والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولاً. ويروى عن ابن عباس أنه لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه من القرآن الكريم كأن قلبه قد رق، فكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر الصديق ويصيب من عندهما طعاماً، حتى حسبت قريش أنه أسلم. فلما بلغ أبا جهل ذلك انطلق إلى الوليد بن المغيرة ودخل عليه بيته. ما لي أراك حزينا يا ابن أخي؟ وما لي لا أحزن. أي عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. لما؟ يعطونك إياه، وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينوك بها على كبر سنك، ويزعمون أنك زينت كلام محمد وتدخل عليه وعلى أبي بكر لتنال من فضل طعامهما. أقد تحدثت بهذا عشيرتي؟ قد علمت قريش أني أكثرها مالا، فأنتم تعرفون قدر مالي. فقل في محمد قولا يعلم قومك أنك منكر له ولما قال، وأنك كاره له. فماذا أقول فيه؟ والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا قصيده ولا أشعار الجن،
والله ما يشبه الذي يقوله محمد شيئا. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولا. دعني أفكر فيه. لقد كان أبو جهل رجلا خبيثا وصديق سوء. يا معشر قريش، إنه قد حضر موسم الحج، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فأنت يا ابن المغيرة فقل لنا رأيا نقول به. بل أنتم فقولوا وأسمع. نقول كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. فنقول مجنون. ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. إذن نقول شاعر. ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وقريضه، وما يقوله صاحبكم ما هو بشاعر. أو فلنقل ساحر. ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم. فما نقول إذن يا ابن المغيرة؟ ففكر في نفسه، ثم نظر، ثم عبس فقال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر. أما رأيتموه كيف يفرق بين المرء وأهله، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته؟ وهكذا دعاه الكبر والعناد وتأثير أصدقاء السوء عليه إلى قول الزور، فمات على الكفر ويخلد في نار جهنم بسبب من؟ بسبب صديق السوء، بعد أن كاد أن يسلم الوليد بن المغيرة، ولكن صديق السوء، ولأنه شخصية خبيثة، لا يرضى إلا أن يجد غيره أحط منه. فبسبب هذا الشقي أبي جهل مات الكثيرون على الشرك والكفر، وليس الوليد فقط. ولذلك توعد الله تعالى الوليد بن المغيرة وأنزل فيه العديد من الآيات، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19.